اليوم المدارس هي يا عم تشتغل مدمج يا اما عم تشتغل اونلاين، ما في حدا عم يشتغل حضوري. فبالتالي هيدا الموضوع بخفض من مصاريفها ان كان من ضمن الرواتب والاجور ببند الرواتب والاجور او ببند المصاريف التشغيليه. المدرسة هي بالأساس بس بتقدم لحظة بس هي المدرسة عندها موظفين، يعني بعض الموظفين داخل المدرسة عم بيقوموا بواجبهم، فالمدرسة بهيدا المجال ما فيها هي توقف كمان معاشات الموظفين. مش عم بحكي أنا أساسي، ما حدا طالب توقف معاشات الموظفين، ما دام أنا اللي قلته إنه تعكس مصاريفها الحقيقية على موازنتها. نعم، ما قلت أنا تخفض من رواتب. أنا حأعطيك بس لمحة عن كيفية دراسة الموازنة أو كيف تقدم الموازنة إلى وزارة المالية. بداية الموازنة مكونة من ثلاث بنود اللي هن ألف وباء وجيم. ألف وباء بيتخصصوا بالرواتب والأجور، وجيم بالمصاريف التشغيلية. المدرسة بتقدم مشروع الموازنة للجنة المالية، اللجنة المالية بتدرسها، تمضي عليها، تتقدم لوزارة التربية. هلا نحن وين عم نحكي؟ في تعميم صدر من معالي وزير التربية خفض ساعات التدريس من 7 ساعات لخمس ساعات. نعم، هيدا بيعكس على أجور المتعاقدين، لأنه المتعاقد بيقبض على الساعة. مش معقول بعضهم المتعاقدين عم بيقبضوا مثل السنة الماضية. اثنين، عندك المكافآت والمهام خارج نصاب العمل والأجور الإضافية. بعتقد السنة ما في لا مهام إضافية ولا مكافآت. الأساتذة يعني يعطيهم ألف عافية، بس عم بيعطوا هالخمس ساعات من بيوتهم. فإذا كمان رغم هذا التخفيض، في تخفيض تاني اللي هو بدلات النقل. نحن ما عندنا مشكل ببدل النقل للي حضر، بس اللي عم بيعطي من بيته ما بعتقد إنه في إجازة للمدرسة لا يعطوا بدل نقل. البند الاستهلاكات بالموازنة الشركات، هيدا لما بتشتري الأصل وبتوزعيه عبر سنين. بس بموازنات المدارس عندك بند اسمه التجديد والتطوير. سو لما بيشتروا أي أصل أو أي أسيت بينزلوه 100% على الموازنة وبيقبضوا حقه من الأهل. فإذا ما في داعي لترجعوا تنزلوا استهلاكات، لأنه أنتم ما عم تهلكوا الأصل، لأنه الأصل أهلك من ساعة الشراء. نحن مطلبنا انه تنعطى اللجان الماليه موازنه شفافه. نعم. مع كل السبورتنج دوكيومنت، كل المستندات اللي بتقول ان تم صرف هالمبالغ فعليا، يعني جدول الحضور، يعني فواتير المشتريات، فواتير الكهرباء، فواتير المي. نعم. واللي دفعته المدرسه. نحن عم ندعي الاهل إن ما تخسر المدرسة وتدفع لها حقها. بس مشروع موازني بأرقام مبهمة، بعدم وجود جداول رواتب، بعدم وجود مستندات، أي لجنة مالية بتقدر تدرسها؟